اكلت العصافير بتاعتي يا عم بدوي؟ اكلكم انتوا الاول عصافير. انت راجل انت اللي هقع بالجوع. فين البرتقال؟ انت ما عصرتش قفص البرتقال اللي جبته لك؟ انت هتضربني؟ عصرته. خد يا عم بدوي يلا عشان احنا نفطر. حاسم يا عبد الرحمن فين؟ عنك في الجركن. ساتش الفول يا عم بدوي. ربنا ياخد عم بدوي عشان يستريح. يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابني كده ما ينفعش. بتعمليه زي محمد عليك ليه؟ تعمل لي مش عارف ازاي. ده عبقري. احنا نبتدي بالاسس اللي هي التقليديه العاديه. ده متغطي يمين شمال مغطي هنا شمال يبقى اليمين مغطي هنا وشمال ويمين وراها على طول. ادي شمال ويمين. اهلا 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 صباح الخير. يلا نفطر. ما تخف ايدك شويه يا بابا. لما تيجي من ابوك احسن ما تيجي من حد غريب. انت عندك ماتش يوم الاحد والواد اللي هتلاعبه نزل وايده ناشفه. الواد ده على فكره ممكن يقطع. يقطع مين يا بابا؟ ايه ده؟ امال فين الفطار؟ بدوي ايه بتاعت الباشا؟ ايه يا بدوي؟ اربع تيران وابوهم معقول حكافيهم الفطار ده؟ قلت لك 100 مره العيال دي لازم تتغذى كويس. يا سعاده الباشا مش حضرتك قلت لي جهز فطار خفيف. خفيف ايه؟ اقعد مقتش انت في العيال دي لغايه ما يحصل لهم اي حاجه. انت حر. العيال دي لو قاعد هياكلوك انت. هياكلوني؟ هما لسه هياكلوني؟ ما كانوا صحيتك يا سعاده الباشا؟ فين مجامس وترابيزي؟ مجامس وترابيزي يا سعاده الباشا؟ حضرتك عارف 3 سنين ورا بعض. 3 سنين وناخد الكاس بتاع الصحات الشعبيه على مستوى الجمهوريه. ماشي بس يا سعاده الباشا. يا سلام هقطع روحي. انا هقطع روحي. طب سوكا اللي اسمه سوكا خليته حاطط سبع شهر مني. ده كانوا مسميني اورف الجبار. الناس اللي هيبقى اورف يا سعاده الباشا. اديني يا حسين شوية سلطة من عندك. حط حط يا ابني شوية كويسين بسرعة. ايوه حتة الجبنة من قدامك يا بابا. محمود اديني 15 بيضة من عندك. سميته قبل ما تاكله؟ سميت انت يا بابا؟ سميت في سري. يا بدوي عايزين نص صبيح الزيت عشان الفول. يا عربيتنا يا بابا. نهار ابوك اسود بوظت العربيه. يا ابني اهدى يا عربيه تركبوها ازاي دي؟ يلا حبيبي يلا يا بابا يلا حبيبي خد اخواتك وامشي يلا يا كوكو. انا بقى هفرجك بنركبها ازاي يا كوكو. انت عايز اكلمه؟ تعالى يا حبيبي. كنت عامل ايه في الجامعه حوده؟ فاضل القرال والريسيرش واخد الديجري. فاضلك ايه؟ القرال. القراد تاخده في الجامعه قراد؟ القرال يا بوب يعني الشفوي. والله انت ابن حلال يا حوده. والله عمرك ما تعبتني. عارف ولادك كان نسانا خالص ولا حسينا بيه. لا جبنا دكتور ولا رحنا مستشفى. قمنا من النوم انا وامك الصبح لانك نام جنبنا بتعيط. في لعبه في امريكا عايز اجيبها. اللي هو ايه؟ تلاقي واحد قاعد عامل كده على قرافيسه بقرفص. واحد قدامه معاه زقله. زقله؟ زقله زي بتاعت الفطير دي. وفي واحد تاني معاه برضه قفاز كده وبيضرب الكوره. دلوقتي في الراجل اللي هو بيبقى غير اللي واقف ده. في واحد تاني اللي هو عامل كده. اللي عامل كده ده اللي هو ماسك الجوانت غير التاني اللي معاه الزقله. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه. عمال اقول لك من الصبح اللعبه دي اسمها ايه؟ اسمها بسبول. ايه؟ بسبول. بسبول ايه ونيت ايه؟ يخبط غير دول خالص. واحد تاني في اخر الملعب بيخبط بيخبط بالسور كده. يا ابني اللعبه بتاعت الاسد غير اللعبه بتاعت اللي هي الراجل اللي بقرفص اللي عامل كده. يعني في اللعبه بتاعت الولاسه، الولاسه دي تلاقي كل واحد كلهم بيبقوا ملمومين على الولاسه وبيتخانقوا مع بعض.
مش هتقدر تغمض عينيك.